السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة الإيديومز، والمصطلح اللي معانا النهاردة هو Break the bank. Break the bank يعني إيه؟ Break the bank. Break the bank يعني to be very expensive، يعني إن حاجة يكون تمنها غالي جدا. ناخد مثال: Buying a new house in New York would break the bank، يعني شراء بيت جديد في مدينة نيويورك يعتبر غالي جدا. Buying a new house in New York would break the bank. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتم، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.